مرحبا، يعطيكم العافية وسلام للجميع. اليوم بدنا نحكي عن شغلة مهمة في التحضير لفصل الشتاء في كندا. طبعا لازم تاخذوا هذا الموضوع سيريس ومش نكتة، اللي هي شو نوع المية اللي بدنا نحطها لتنظيف الزجاج في السيارة. في أنواع كتير بتنباع بالسوق very special. المشكلة في الناس اللي جايين من الميدل ايست متعودين يحطوا مية عادية. المشكلة اللي ممكن تصير هون انه اذا حطيت مية عادية بالصيف فصل الشتاء بتتجمد ومستحيل تقدر تعملها يعني تشيل الجليد منها، وراح تسبب لك مشاكل في فصل الشتاء. فلازم طول السنة تكون حاطط شغلة بسموها windshield washer fluid. في انواع منها، في هذا minus 40 زي ما انتم شايفين، وهذا minus 49 اعتقد، هذا اعلى اشي. فبيعتمد على المنطقة اللي انت عايش فيها. اذا انت بمنطقة تورونتو minus 40 بكون enough، اذا انت في الشمال مثلا minus 49 حسب النوع او المكان اللي انت عايش فيه. في ناس بتحب انها تحط 49 احتياطا، بكون اقوى وما بتجمد نهائيا. فموضوع هذا مهم جدا يا جماعة، تنتبهوا عليه. فصل الصيف ما تحطوا مي نهائيا، لازم تحطوا هذا طول السنة عشان ما يتجمد معكم بفصل الشتاء. يعطيكم العافية. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.